مساء الخير واهلا بيكم في حلقة جديدة من فضلك. لو الفيديو ده عجبك ما تنساش تضغط لايك. القضية بتاعت النهاردة قضية غريبة جدا، كل المواقع تقريبا كانت بتحمل نفس العنوان علشان تدلل على الجريمة دي. العنوان جي بتاع الجريمة دي هو انت ممكن تقتل صاحبك مقابل 9 مليون دولار، هذه الفتاة فعلتها. الحقيقة ان القضية غريبة جدا في امريكا، بدأت في 2019 واستمرت في المحكمة لفترة طويلة لحد ما وصلت للحكم النهائي على فتاة اسمها دين آلي اللي اتهموها بقتل صديقتها المقربة البيست فريند واسمها سينتيا. بدأت القصة من عند بنت اسمها دين آلي، والبنت دي بنت عادية طبيعية جدا، بتتمتع بعدد من الأصدقاء، عندها حياة عادية، بتروح المدرسة. وفي 2019 تحديدا وهي عندها 18 سنة كلمها شخص على الانترنت، والشخص ده اتوطدت العلاقة ما بينهم وما بين بعض بشكل كبير، وبقوا يتكلموا بشكل دائم. اتعرفت عليه ان هو من ولاية كانساس واستمرت العلاقة، قال لها ان هو رجل مليونير وعنده رغبات وحاجات دفينة جوه قلبه نفسه يعملها. الرغبات دي رغبات مخيفة، ممكن لو اي شخص طبيعي سمعها يخاف منها جدا، لكن دين آلي قدرت ان هي تسمع للرجل ده وتعرف منه الرغبات بتاعته وما تخافش منه ابدا، بل انها تستمر معاه وتجري في اللي هو عايز يعمله. الرجل ده قال لها ان هو نفسه يشوف فيديو لشخص بيتقتل، مش اي شخص عادي، لا شخص من ولاية ألاسكا تحديدا، وعايز يشوف الشخص ده وهو بيتقتل، ومقابل الفيديو ده ممكن يدفع للشخص اللي هيقوم بقتل الشخص اللي من ألاسكا، هيدفع له 9 مليون دولار. الحقيقة ان الفار ما لعبش في حبها ولا حاجة ولا اتضايقت خالص، بالعكس بدأت تخطط معاه ان هي هتقتل شخص ما، بدأت تدور على شخص علشان تقتله. من الطبيعي ان مش هنمشي في الشارع كده نضرب اي حد ماشي وخلاص ونقتله، لازم في تخطيط وفي ترتيب، لانها كانت عايزة تعمل خطة ما تخرش المية، وكمان خايفة من الشرطة، عايزة تنجو بفعلتها. فبدأت تخطط ان هي تقتل حد من اصدقائها، واختيارها على بنت صديقتها اسمها سينتيا. سينتيا دي يعني البيست فريند زي ما بتقول ميرور البريطانية، ودي جريدة عريقة، يعني بتقول ان هي خططت ان هي تقتلها، ولكن ما كانتش هتقدر تعمل كده لوحدها، كانت عايزة يعني تجيب مجموعة من الاشخاص، وبالفعل كلمت عدد من الاشخاص اصدقائها ان هم يكملوا معاها الجريمة لانها مش هتقدر تعملها لوحدها، مقابل ان هي هتديهم فلوس كتير قوي من 9 مليون دولار اللي هتحصل عليها بعد ما تخلص الجريمة. وبالفعل خططوا لخطة ما تخرش المية، ان هم هيستدعوا صديقتهم دي اسمها سينتيا، وهياخدوها عند احد الشلالات اللي موجودة في الولاية وحيضربوها بالنار. وبالفعل قدروا ان هم يستدرجوها وخدوها لهناك وربطوا ايديها ورجليها واطلقوا عليها النار من الخلف ورموا الجثة بتاعتها في النار. وده بيحصل، كانوا بيصوروا فيديو للرجل المليونير، بعتوا له الفيديو، ولكن الرجل طبعا بعد ما خد الفيديو ما عملش حاجه وما دفع لهمش حاجه وما ادهمش حاجه، والشرطه لقت الجثه في النهر وقدرت ان هي تتوصل للمجرمين اللي عملوا كده، وتم القبض على البنت من 2019، والقضيه تم تداولها في المحاكم لحد ما تم الحكم عليها يوم 20/2 اللي فات ده على طول. البنت في المحكمة أقرت إن هي قتلت فعلا صديقة عمرها علشان الرجل اللي كانت بتكلمه على الانترنت علشان الفلوس الكتير اللي هو هيديها لها. طبعا تم القبض على الرجل ده، لا طلع هو أصلا من ألاسكا زي ما بيقول لها، ولا هو مليونير ولا أي حاجة، وكمان طلع إن هو كان محرض حوالي 5 قبل كده ان هم يعني يعملوا نفس الموضوع اللي عملته دين آلي، وتم الحكم عليه بتهم صعبة، يعني عمره ما هيخرج من السجن تاني، ان هو شارك في قتل 5 في عدد من الولايات.
نرجع لدينالي. دينالي قالت أنا فعلا عملت كده وندمانة وأقر بالذنب. طبعا المحكمة درست لها عدد كبير من التهم، يعني منها مثلا ان هي العبث بالأدلة وتشويه جثة، رصت لها حوالي 5 حاجات كده ممكن يخليها في السنة، يعني يخليها في السجن لمدة 900 سنة وهي مستريحة. وتم القبض طبعا على الأربعة أصدقائها، ولسه الحكم النهائي هيكون في الأشهر اللي جاية. الحكم المتوقع ما بين 30 ل 90 سنة سجن، يعني مش هتشوف الأسفلت تاني زي ما بنقول عندنا هنا في مصر. هتدخل السجن، هتتخلل فيه، هتموت فيه. أسرة دينالي كان عندها تعليق على موضوع بنتهم وقتلها لصديقتها، لأنهم قالوا إن البنت دي عندها مشكلة في عقلها بيخلي سنها أصغر من السن القانوني اللي هي فيه، يعني وهي عندها 18 سنة، ما كانش في الحقيقة عندها 18 سنة، كان عندها 12 سنة أو أقل كمان، لأن مخها فيه مشكلة. وبالتالي بيقولوا إن تم استهدافها علشان تعمل الجريمة دي، علشان الشخص اللي استهدفها إن هي تعمل الجريمة دي كان عارف إن دينالي اصلا عندها مشكله في مخها. طيب لو كلام العيله صح ان دينالي عندها مشكله فعلا وممكن وارد، طيب اصدقائها الاربعه هل كمان عندهم مشكله؟ انا مستغرب جدا ان ممكن في شخص يعني عاقل كده ويجيب اربعه تانيين والاربعه التانيين يوافقوا ان هم يعملوا جريمه بشعه زي القتل لو هي عندها مشكله. طب اصدقائها الاربعه، اصدقائها الاربعه برضو خدوا احكام او هياخدوا احكام جامده، اللي هي برضو مش هيشوفوا الاسفلت تاني زي ما بنقول عندنا في مصر. فمستغرب لو هي عندها مشكله وجابت اربعه من اصدقائها علشان يعملوا معاها الجريمه، مفيش فيهم حد عاقل يقول لها يا دينالي كده غلط، الراجل ده ممكن يكون مخادع. ومستغرب جدا ان هما ممكن كمان يثقوا في شخص من خلال الانترنت ويخليهم يعملوا حاجة غلط جدا، مش بس ان هو يطلب منهم ان هما يعملوا اي حاجة من الحاجات اللي ممكن تكون غلط، بس غلط معقول لا يعاقب عليه القانون او يعاقب عليه القانون ولكن بشكل قليل، انما تخليهم يروحوا يقتلوا حد وهم يصدقوه ويعتقد ان هو مليونير و يقتلوا علشان خاطر 9 مليون دولار. خلينا أسألك السؤال اللي سألته الصحافة العالمية عموما، هو أنت ممكن تقتل شخص علشان 9 مليون دولار؟ أنا بالنسبة لي ممكن كفاية 100,000 دولار وخلاص يعني غريبة حتى ولا يعني لو فلوس الدنيا كلها. صعب جدا إن البني آدم أصلا يقتل حيوان، فما بالك بقى إن هو ممكن يقتل بني آدم زيه، حاجة صعبة جدا. حلقة النهاردة خلاص خلصت، شكرا ليكم، أشوفكم على خير في حلقة جديدة، مع السلامة.